طيب أخيرا بقى سيادة الفريق، الخطط المستقبلية رؤيتكم إيه للقناة؟ زي ما فهمت من حضرتك وزي ما توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بتتكلم على امتلاك القدرة ودايما يكون في تجديد وتحديث وتطوير، إيه اللي جاي إن شاء الله؟ والله اللي جاي برضه احنا يعني الاسطول، احنا الاسطول البحري يعني، كان من تصديق سياده الرئيس على الخطه الاستراتيجيه لهيئه قناه السويس ان تطوير المجرى الملاحي وتطوير الاسطول البحري. من تطوير الاسطول البحري ان احنا دلوقتي متعاقدين على قطارات جديده برضه علشان عدد السفن بدا يزيد، بس واحد القطارات الموجوده عندنا يا دوب بتكفي دلوقتي، فبنحتاج ان انا مستقبليا يعني اللي جاي ده جاي عشان لو السفن زادت عن كده. احنا النهارده الحمد لله معدي 89 سفينه ب 5 مليار و2 و200 مليون طن بضاعه، فقصدي عدد السفن في زياده. دلوقتي احنا المتوسط بتاعنا 62 ل 64 سفينه بعد ما كان 48 سفينه، فقصدي بقينا محتاجين قطارات، محتاجين مرشدين متدربين على اعلى درجه. فاحنا اللي شغالين فيه دلوقتي هو تطوير الاسطول لدرجه كبيره جدا بحيث يبقى عندنا اكتر من وحده، علاوه على ان احنا برضو شغالين ان احنا نجيب قطارات بتتكلم 150 طن ل 230 طن عشان لا قدر الله لو في حادثه زي ايفر جيفن تبقى معانا برضو قطارات ذات قوه شده كبيره. فكل ده اللي هو امتلاك القدره اللي سياده الرئيس بيقول عليه ان احنا دايما نطور، يبقى دايما عندنا وحدات جديده ودايما عندنا الاسطول بتاعنا احدث اسطول موجود، سواء كان من الانشاءات الارشاد او الكراكات او القطارات. طيب وهل في تسهيلات برضو وحوافز جديده بالنسبه للسفن والشركات الملاحه؟ والله احنا بنفكر ان الحوافز، اولا دلوقتي احنا طبعا حضرتك عارفه ان احنا في كوب 27 ان شاء الله في نوفمبر، واحنا كقناه السويس هنعلن ان شاء الله ان قناه السويس قناه خضراء او كلين كانال ب 2030، فاحنا هنعمل حوافز كمان للسفن اللي هتتحول. ازاي الاول؟ ازاي الاول قناه خضراء ازاي؟ الغاز القناه الخضراء بالخدمات اللي احنا موجودين فيها. يعني دلوقتي اقول لك انا حضرتك حاجه، 16 محطه اللي احنا بنقول عليها، في 16 محطه بطول القناه، 16 محطة دول حولناهم من التيار العادي إلى استخدام الرياح والشمس، فدلوقتي بياخدوا التيار بتاعهم تيار نظيف. عربيات المرشدين كلها اللي بتمر على قناة السويس والتلوث بتاع البنزين والموجود فيها والوقود بتاعها بيأثر على المجرى الملاحي كتلوث، لا احنا حولناها كلها دلوقتي للغاز. بنتعاقب برضه او بنكمل برضه في الشراكه مع ميرسك ومع اكتر من شركه تانية اخرى ان احنا نحول الوحدات البحريه بتاعتنا اللي في الاسطول او اللي ننتجه جديد يكون بيستخدم الغاز الطبيعي ما يستخدمش الوقود الاحفوري. كل ده احنا بدانا فعلا نعمل الكلام ده، حوافز للسفن اللي هتمر تكون فعلا بتستخدم الغاز الطبيعي او الهيدروجين. كل ده احنا بنجهز القناه فعلا انها تبقى قناه خضراء. وبالتالي معلش بقى نرجع لبداية كلام حضرتك، هيكون في حوافز بالنسبة لخطوط الملاحة أو السفن اللي هتبقى برضو معانا في نفس السياق الحفاظ على البيئة. تمام، دي طبعا احنا بندرسها ان شاء الله برضو نطلقها في المؤتمر شرم الشيخ ان شاء الله، حوافز قد ايه النسب بتاعتها وحساباتها قد ايه. تمام، مع برضو النظر للسفن اللي بتمر هنحط توقيت معين برضو من غير بقى ما يكون متحولت للغاز، اللي هيبقى عليها فرض رسوم تستخدم في تحسين البيئة. طيب